Finalement, science a dit les effets cardiovasculaires à la brûlure. En fait, les brûlures, les kbar, une réponse inflammatoire systémique. Réponse inflammatoire systémique, un état de choc. Donc, l'état de choc, il est hypovolémique, distributif, cardiogénique. Donc, l'état de choc, les organes. Donc, comme on sait, l'état de choc, باش تعطيني اون انسيفيزون سرينال خاطر راه ماش يوصل للدم تعطيني اون نيكروز تيبولير ايغو دونك لي تيبول نتاع راه ماش يوصل لهم الدم دونك نيكروزيو في الانتستان لي زانتستان باش نيكروزيو كيف كيف باش يعملوا اسكيمي وباش نيكروزيو اي دونك اون فوا هكا الانتستان نيكروزي هيكوما لي بكتيري اللي موجودين وسط الانتستان يستناو في الفرصه نتاعهم دونك يدخلوا للاورجانيزم على الكور دونك على الكور كيف كيف باش يعمل اسكيمي وهذا باش يطيح في الكونتراكتيليتي نتاع الكور دونك نجمو نطيحو في الشوك كارديوجينيك دونك هذا هو شنو باش تعمل انت تشوك باه لازم نفهمو انو البلور تنجم تعطينا دونك لي تيب الكل نتاع الشوك علاش على خاطر اون فيت في البلور عندنا كومبيتيسيون ما بين زوج حاجات اللي هي في التصوير هذه تروها دونك كومبيتيسيون نتاع سوبرمان وباتمان دونك بون شكون سوبرمان هوني سوبرمان هو سيستم سمباتيك السيستم سمباتيك باش يحاول يعمل اون فازو كونستركسيون تاع لي فيسو بورتون باتمان لي فازو ديلاتاتور باش يحاول يعمل اون فازو ديلاتاسيون دونك هل العركه هذيا ما بين ان اف فازو كونستركتور وما بين ان اف فازو ديلاتاتور دونك شكون باش يربح هذا السؤال على الاول شكون باش يربح هو سيستم سمباتيك سوبرمان نتاعنا اللي هو باش يعطيك اون فازو كونستركسيون واللي هو باش يعطيك ان بروفيل نتاع شوك ايبو فوليميك من بعد شكون باش يربح باش يربح باتمان دونك اون فوا يربح باتمان باش نتحصلوا على البروفيل نتاع ان شوك دونك ديستريبيتيف باه دونك الشوك ايبو فوليميك علاش باش يصير على خاطر اون فيت هوني عندي تصويره نتاع فيسو دونك هوني لوندوتيليوم نتاع الفيسو لي سيتوكين انفلاماتوار باش يخدموا على الاندوتيليوم باش يخليو انو لي سيلول اندوتيليال يعملوا كونتراكسيون دونك كما ترى في التصويره هوني دونك عملوا كونتراكسيون الكونتراكسيون هذه باش تخلي انو لي بروتين باش يمشيو من السيكتور انترافاسكولير للسيكتور انترستيسيال كما ترى هوني المشين نتاع البروتين هما التحويل نتاعهم باش يجبد معاهم الماء دونك لي بروتين يجيبوا معاهم الماء وحاجه اخرى انه اون فوا لي بروتين باش يتحولوا دونك اول حاجه باش يطيحوا لك الفوليمي بتاعك في وسط لي فيسو ثاني حاجه باش يعطيوك اون ايبو بروتيديمي دونك ايبو بروتيديمي نلقاوها في دونك كي نجبدوا التحليل دونك هذه هي الفكره نتاع الشوك ايبو فوليميك الشوك ايبو فوليميك هوني علاش يصير على خاطر فما اون فازو كونستركسيون كبيره دونك على الاول السيستم سمباتيك باش يتمكن انه يصنع اون فازو كونستركسيون كبيره دونك شنو باش يصير لك انه الدم نتاعك دونك البلازما نتاعك قاعد يمشي للسيكتور انترستيسيال اي دونك عندك شوك ايبوفوليميك خاطر الفوليوم نتاعك خسرته دو بلوس عندك اون فازو كونستركسيون اي دونك باش تعطيك دونك ان بروفيل نتاع شوك ايبوفوليميك بالطبيعه في الستاد الثاني هكوما لي سيتوكين انفلاماتوار باش يعطيوني دونك اون فازو ديلاتاسيون une vasodilatation il y a donc باش تسبب لي انو باش يصير لي ان شوك ديستريبيتيف كيف ما نقولوا ان شوك ديستريبيتيف معناتها انو لي فيسو ماش عاملين هيك الفازو كونستركسيون باش يوليو مرخوفين باش يعملوا فازودلاتاسيون اللي هو باش يطيح لنا لي ريزيستونس فاسكولير دونك ريزيستونس فاسكولير سيستيميك دونك هذه الفكره نتاع ريزيتات شوك وهذه هي سيونس اليوم ان شاء الله نكون عاونتكم